buscar mais um troféu. Estão invencíveis em 24 jogos seguidos, desde meados de agosto, capitaneada pelo Salem Al-Dossari, extremo esquerdo. Vai ter pela frente o Altar. الفريقين يملكان من الأدوات والأكيد بشغف وانتظار كبير جدا خاصة وأن حسن بن فهد هنا في المنز هنا ضربة البداية هنا تحياتي محبكم فارس حوا لكن من يريد أن يبدأ اللقاء قد يكون المترو قد يكون المترو لكن كراها عون بكر يشعل الأجواء يا بشايل يا بشايل يا بشايل من الدقيقة الأولى شاهدنا الرغبة شاهدنا الإثارة شاهدنا الفرص شاهدنا التألق والآن جواو بيدرو يسقط هناك خطأ عليك يا سافج وكرة الهدف من كرة تبدأ في بطولة الدوري وهو يملك موسى بارو والآن لم يسجل أيضا لم يسجل هدف من كرة ثابتة باتجاه المرمى في حين وهذال في تلك المباراة ثم في 85 صالح النعيمة 1-0 تاندرو مانويل عبد الفتاح آدم سيدريك أميسي توامبا وإبراهيم السفيدي الكرة بتتحول الآن من جديد كانت المسألة بعد إقالة جيسوس الضغط يأتيهم بالنسبة للهلال التغيير فيها بأن روبن نيفيز الذي يعتمد عليه جيسوس كثيرا إلى ياسر الهلال يقترب سالم يريد الكرة العرضية ملك المستلم سلم الكرة التي تصل في الجهة اليسرى إلى كاسترو كاسترو يتقدم كاسترو يحاول كوليبالي في نص الملعب يا سلام على المرور كوليبالي الآن والتمريرة ممتازة لو عدت الآن في استقبال أقل عدد من الأهداف ولكن هذه كرة وهذه فرصة وهو في الجهة اليسرى الضغط ينجح كنو يستعيد الكرة بالكعب الله يا كنو مشايل يحتفظ فيها ويكس خطأ ممتاز جدا لو عدى مشايل لو عدى يرسل الكرة إلى سالم تعود الآن من كنو أراد كنو من كرة متحركة وليست ثابتة ارجع إلى سالم نقلات بين الظهير والجناح مترو بينزلها سافيج بيعديها طريقة تعاون كرة الآن بيخطفها سافيج يتقدم سافيج ولكن استعجل فيها استعجل في التلعب تصل إلى مشايل مشايل إلى سعود ممكن العرضية عرضيات سعود عرضيات السعود الله يا مترو عرضيات السعود مغرية يا مترو لكنك أهدرتها انظر إلى الكرة العرضية شوف من وصلت إلى مشايل مشايل ممكن يحدي يتلاعب الآن يحاول لكن ممتاز عن في التغطية والعودة وافتكاك الكرة في مشايل وقف سيطر مع لاعبين يريد الحل الفردي عدى عرض رايح يصنع كوليبالي سالم استلم الكرة تعود إلى سافيج سافيج صوب لكن هنا سلاح التسديد يصل إلى مايلسون إنه جديد ولكن مقطوعة صارت مرتدة في التمريرة وصلت إلى بارو تصويب الله مرت بالكاب يا ياسين والقائم وقف إلى جانبك شوف الهفوة من المترو في هذا الموسم كرة بتتحول في مكان في التمريرة بينية لكن طالت صاروا 2-1 سالم ممكن يتصرف ممكن يتصرف سالم يلعب الكرة لكن ليس مكان الله مالكم في مكان في التمريرة إلى مشايل عدى صوّر الآن في الجهة اليمنى عبد الملك إلى موسى إلى بارو لكن اللقطة الماضية مشايل الحكم يقول له قوم ومشايل راح صوّر لكن في اللحظات الأخيرة يتدخل عون السلولي سالم استلم في الجهة اليسرى لو عدى سالم إلى سافيج العرضية تأتي والأداء سالم وصلت مشايل الله صوّر الكرة تصطد إلى سافيج الله العرضية يا مشايل لكن خطوط يطلب الكرة يفضل ياسر الشهراني عادت إلى سافيج في كل مكان سافيج يتقدم مالكم يرسل الكرة بارو بهيئها لسالم علي البلاهي والكرة في الجهة اليمنى إلى سعود إلى سعود إلى سعود إلى سعود ولكن بعد ذلك يوسف الزريان يا للأسماء التي سجلت والآن أي أسماء
تريد أن تسجل لاعبين على التمريرة يا مالكوم. الكرة إلى سالم صواب مستلة كرة عرضية ارتقاء الكرة تسقط ميشيل مستحيل مستحيل الهدف يأتي لا يهم من سجل المهم أنها تجاوزت بالنسبة للرجال الزرق كلهم هجوم أمام المرمى احتجاج كبير غضب كبير هل عدت أم لا في اللقطة الماضية هل هناك خطأ أم لا انظر إلى الحكم الذي يحصرون شوط أول من الفرص ليبدأ الشوط الثاني. تحياتي محدثكم فارس عواض، نتمنى بأن نشاهد أخرى وعلى ذكرياتها. يريد التعاون أن يعود من جديد على تلك الذكرى إلى ياسر سافيتش في مكان والهلال يحتل المكان رأسيا تختلف المناسبة ويبقى المناسب تختلف البطولة ويبقى البطل تختلف المحطة مسموحة في الدوري على اعتبار لكن هنا المحاولة مترو إلى سافيتش سافيتش والبينية إلى مالكوم والكرة تعود على الدرك للجزاء أماد اسعود الهلال تحكم الآن الهلال اقتحم الآن الهلال اخترق الآن الهلال بيدرو كوليبالي والقوة البدنية في الصراع ينجح بيدرو لكن العرضية ولكن الكرة أيضا بتتخلص يحاول ميتروفيتش إبعادها الكرة تعود إلى ياسين كاسترو مع علي البليهي يحاول فتح مساحة للتصويب لكن أين التصويب أين التصويب الكرة ضعيفة سنتصل الله سافيتش يتقدم تعود إلى سعود عرضية في مكان إلى مترو وكاسترو يتقدم وتكليس الفارق هنا المرور هنا التمرير هنا بيدرو الكرة إلى سعود عرضيات سعود يا سلام العرضية في مكان لكن بعد ذلك الآن المترو خذ مكان الكرة تصل في مكان الآن بيلعب الكرة إلى سالم ولكن تأخر فيها بدون تعويضها بيرسل الكرة في مكان إلى الفارو يتبادلون الأدوار لكن كاسترو يفقد التوازن على ماذا الاتفاق الآن على ماذا الاتفاق الآن على ماذا الاتفاق ولكن الله على التغطية أول قائمة والكرة تصل في الجهة اليمنى فيها كرة عرضية عالية رأسية بتتهيأ زينة بها ولكن الآن عبد الفتاح يريد أن يتصدر هذه اللقطة قائم في فرصة يخطفها ميشيل ينطلق ميشيل يحاول ميشيل بيعرضها ميشيل الله حل الهلالي ميشيل بيقدامي مالكوم نعم بيقدامي مالكوم هذا الثالث يؤكد القصة يؤكد الوصول يضع القدمين في المباراة المقبلة في دور الأربعة يحتفل مع الصغار والكبار هنا قطع الكرة من ميشيل ميشيل خطف من واحد mọi người ơi vậy là mình đã cắm xong lọ hoa này nha mọi người cảm ơn mọi người đã xem video của